برشلونة في نفس السياق خسر قدام شختار بهدف دون رد، والهزيمة فنيا توجع طبعا لكن اقتصادية اكتر. اشمعنى برشلونة في الماتش في اوروبا واي فريق بياخد في الماتش ما يقارب 3 مليون يورو، ال 3 مليون دول تقريبا نص القيمة اللي برشلونة ممكن يصرف منها في التعاقدات من الروافع. معقدة شوية. برشلونة عمل روافع الموسم اللي فات واللي قبليه علشان يساعد النادي على النهوض، فباع من اصول النادي. فالليجا قالت له بص يا معلم هتبيع من اصولك حلو قوي، لكن لو بيجي لك 100 مليون في السنه المسموح لك منهم 5 فقط لا غير، 5%، يعني 5 مليون يورو من الرافعه ام 100,000 تشغلها في الانتقالات. فلما تخسر 3 على ماتش من شختار ده رقم كبير. لابورتا قاعد بالقرش وبالسحتوت وبالمليم وبكل حاجه في الدنيا يعني. بص بقى على اللقطه، غريبه جدا وشانها شان مانشستر يونايتد. دي هجمه طبيعيه جدا، يعني مفيش فيها لا اي كثافه عدديه ولا ضغط عالي ولا كره اتقطعت فانت بتلحق ترد تشوف مين اللي هيرجع لورا. هجمه عاديه جدا، باك شمال منطلق عجز الملعب الناحيه التانيه ناحيه اليمين علشان الهجمه تكمل. دفاع برشلونه متقدم ماشي، لكن نقف هنا 1 2 3 4 واقفين على مهاجم واحد، الاخ كريستنسن هو اللي واقف معاه. تلعب العرضيه الاربعه فين؟ ولا الهوا، يطلع الراجل يعمل التيك اوف في مرماك يشتجن، هدف خساره برشلونه قدام شختار.